دلوقتي خلونا نرحب بالمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة. نجيب بيقول لي الكلام اللي قلته في الافتتاح كان اي كلام، وحس ان الكلام اللي هتقوله النهارده وكمان ما تلخبطش وتنسى كنت هتقول ايه. فانا هم حفظوني حاجتين عايز اقولهم قبل ما انساهم، وهم في الحقيقه اهم حاجتين حصلوا لنا في المهرجان دوت. اول حاجه الناس اللي وقفت معايا عشان الحريقه اللي حصلت دي، والناس دي فعلا اظهرت محبه للجونه ومحبه للشركه، وهما فعلا ابطالنا. فخور بأي حاجة عملتها في الجونة في ال 33 سنة اللي فاتوا، فأنا أكتر حاجة بفتخر بيها كم الناس اللي الواحد يقدر يتكل عليهم، كم الناس اللي بيحبوا الجونة وبيحبوا المكان دوت. فأنا يعني سعيد جدا إن أنتوا كمان قدرتوا الناس دي، ده هم خدوا تسقيف أكتر من اللي بياخدوا جوائز، يعني حاجة هايلة.